واضح انها امتحانات الثانويه العامه السنه دي غير كل سنه، واللي بيفكر انه يغش او بيفكر انه هيصور الاسئله، اللي بيفكر انه حد ممكن يساعده، اللي يفكر اعمل حسابك بعيد عن الحرمان وغيره، في ناس ممكن تتحبس. وانا بناشد الاهالي كمان ما يحاولوش يشتروا حاجات لاولادهم عشان يساعدوهم، سماعه ولا غيره، حضرتك ممكن تيجي في الموضوع يبقى عندك كمان مشكله وعندك قضيه. اللي بيتعمل ده كله عشان ولادنا مش عشان حد تاني، ما ينفعش تساوي اللي ذاكر باللي ما ذاكرش، ودي الاجراءات عشان كده نحافظ على الطلبه اللي هم بجد مهتمين انهم عايزين يعني ينجحوا ويجيبوا درجات محترمه تليق باللي ذاكروه واللي تعبوه طول السنه، ما يبقاش كله في الاخر زي بعضه. وقفنا عند الساعه 9 تمام، الامتحانات وصلت اللجنه اول ما توصل هيبدا الراجل يفتح الباكت ده اللي فيه ال 20 كراسه. كويس، 20 كراسه اصلا اربع نماذج، يعني اربع صور عشان بس اربع صور نفس الاسئله لكن ترتيبها ايه؟ مختلف، نسخه الف، نسخه باء، نسخه جيم، نسخه دال. كويس، هيوزع بشكل بقى، وده اللي بندرب عليه بقى الوقت، انه هيجي من اخر ركن في الفصل يوزع زجزاجي كده يطلع وبعدين كده، بحيث ان الطالب الواحد حواليه من الاربع جهات ناس تانية معاها نماذج اخرى. يعني الاربعه اللي قاعدين جنب بعض دول على صف واحد، ان كل واحد قدامه امتحان لوحده مختلف. لا، هي نفس الاسئله لكن الترتيب مختلف. الترتيب يعني انا لو قلت لحضرتك مثلا، لو انا وحضرتك مثلا قلت لك اديني السؤال رقم 5 وملتهولي، انت كده ضيعتني. ده مختلف. 5 يا اما تقعد تدور بقى، ان انا اقول لك السؤال اللي اسمه كذا بيقول كذا، ومين عنده وقت يدور بقى. ودي كانت الحكايه ليه وزعنا الاسئله على كراسه الامتحان، ان لو طالب صور يبقى يصور سؤال، صور سؤالين، لكن مش ورقه الايه؟ الاسئله كلها الامتحان. كويس. تاني حاجه الغش جوه اللجان، ما ده برضو جزء مهم. فالاربع صور دول هيبقى هيصعب، محدش هيعرف يكلم التاني خلاص. والملاحظ او اي حد لو غير الترتيب هنعرفه. هتعرفوه ازاي؟ من كشوف المناداه ورقم الجلوس. يعني ايه؟ المفروض ان رقم الجلوس يتكرر، النموذج يتكرر بعد اربع مرات. يعني انا وانا بوزع الف باء جيم دال، وبعد الف باء جيم دال، لو انا لقيت رقمين جلوس ورا بعض مع الطالب معاه نسختين الف والف زي، يبقى ده ايه؟ حد يبقى هنا حصل تبديل. بس دي مسؤوليه الملاحظ. فده يتحاسب على طول، فهتقدروا تعرفوها. طبعا. ده هتتعرف بالكنترول. كويس. انا بقى فيه نقطه برضو عايز اقول للناس عليها. قبل كده في الاعوام السابقه كان بعض الطلاب يقولوا دي مش ورقتي. من حقه الظل طبعا. طبعا. عادي جدا. طبعا. لكن احنا امننا نفسنا ازاي نثبت ان دي ورقتك. معمول حاجه في الورق، عملتوا اجراءات. اجراءات ان لو الطالب، كل طالب ورقتك معروفه، ورقتك معروف، طلعت مش بتاعته خلاص يتحمل مسؤوليه، اللي اخطا يتعاقب. انا القانون هو السيد. لا يعني اجي اقول يا جماعه الماده دي والله الورقه دي انتوا اديتوني عليها 10 درجات وهتستاهل 20. لا ده موضوع بتاعتي. لا تفرق، معلش. انا بتظلم التصحيح ده حاجه تانية. بس بعترف ان ورقت. انا بتكلم على الطالب يجي يقول ايه دي مش ورقتي اصلا. ولا خطي. معايا حضرتك؟ نعم. بعيد عن استكتاب الطالب وغيره واجراءات تانية اضافه بقى. حاجه بقى على طول من الوهله الاولى. نعرف دي السليبس ده، السليبس التيكت ده بتاع الكراسه دي. كويس. نيجي للتصحيح او قبل التصحيح، اخترتوا ازاي الساده المراقبين المحترمين اللي يتولوا اداره العمليه اللي اولا بحنات. هو بيكتب على 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 على, على, على الموقع الوزاره، وحاجه اسمها واحد سر كده فنيا يعني، وتيجي كشوف، وبعدين تقعد بقى عندنا اربع لجان اداره في كل قطاع. لجنه اداره القاهره، اسيوط، المنصوره، اسكندريه. دول شغلتهم يعملوا الملاحظين والمراقبين ومقدري الدرجات. دي شغلتهم بس. كويس. ده وظيفته. كويس. يبداوا يبحثوا بقى اللي عنده عذر، اللي عنده سبب، اللي ما ينفعش، وهكذا. ودول بناء عليهم بيجوا، وعندهم كشوفات السنه اللي ماتت اللي واخد عقوبات. وبعدين يدخل على برنامج حاسب آلي تتوزع اللجان. كويس. واخد بال حضرتك؟ دي انا بقى عايز اقول لحضرتك، لن يشارك في تصحيح امتحان الثانويه العامه الا من يدرس الماده للصف الثالث الثانوي. تاني،
لن يشارك في التصحيح الا المدرس اللي درس ثالثه ثانوي في الماده دي. وعايز اقول ان الطلبه بقى ان الاجابه الصغيره هتضمن لك دقه التصحيح. وارجوك درب نفسك عليها من الوقت. وانت عندك اربع نماذج الوزاره نزلتهم، الاربع نماذج مغطيين المنهج. درب نفسك كويس تجاوب في عدد ايه؟ جمل قصيره. جمل قصيره على فكره او فقرات قصيره. احنا كده بننقل من الحفظ للفهم. ليه بقى؟ لخص يعني. ايوه، ما هو التلخيص هو فهم. على فكره معنى الفهم هو ان تعيد صياغه ما تعلمته بلغتك. مش لازم تكتب 10 صفحات. لا 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 خالص. 10 صفحات لو السطرين زمان لو السطرين الاولانيين ما هم الصح، الملاحظ بهم مكون انطباعات درجه. لكن هم سطرين ثلاث اسطر المساحه اللي انا اعطاها لك وتاكد انها كافيه. شوف انا لان اللي وضع الامتحان عامل حسابه ان المساحه دي تكفي وتفيد كمان. كم مراقب عندنا تم اختيارهم هيتولوا؟ 82,000 مراقب وملاحظ على مستوى الجمهوريه. 82,000. كم طالب داخلين امتحانات ان شاء الله؟ يعني ان شاء الله 600,000 تقريبا. في عندنا كم لجنه؟ 1600 لا 1624 لجنه. بدايه التصحيح هيكون امتى؟ دايما مع 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 الامتحان. يعني ازاي؟ يعني مثلا خلصنا اللغه العربيه، تقعد يوم او يومين بندق الارقام السري وبنعمل عينه العشوائيه وبعدين تبدا التصحيح. كويس. يعني الماده بتاخد لها يومين ونبدا في تصحيحها الكامل. يعني متوقعين امتى اعلان نتائج النهائيه؟ يعني بعد اخر ماده ب10 ايام باذن الله. في جدول عاملينه، على في خطه معموله. بنتكلم 24 يونيو، بنتكلم على يوم مثلا كام؟ 5 يوليو، بدايه الاسبوع الاولاني في يوليو كمان يعني 10 هي الفكره برضو يا استاذ احمد. ايوه. انا شخصيا لا اريد ان اضغط على المصححين. كويس. عشان اعلان نتيجه مبكر. ابدا. ليه بقى؟ لان ده بيجي على المواد الاخرانيه وبيحطهم تحت ضغط. كويس. المواد اللي في اول الجدول بتبقى واخده ايه؟ راحه، واخده راحتها خلاص. انما انا عندي في نهايه الجدول اهو الاسبوع الاخير مواد تقيله. انا مش هضغط على الناس ان هم احنا معدلات التصحيح قللناها. يعني المدرس هيصحح 16 كراسه في اليوم. اظن ده معدل هايل. 16 كراسه بس في اليوم، نصيب المدرس في اليوم 16 كراسة. كانت كام قبل كده؟ كانت 40، بس من السنه اللي فاتت احنا بنعمل 16. عشان برضو الحق. يعني كويس. ليه بقى؟ انا عايز دقه في التصحيح. وعايز اقول للناس كلها المره دي، طبعا الناس بتقلق يقول لك الاربع نماذج هيصححوا ازاي؟ ممكن واحد يسال نفسه سؤال. احنا بقى بعد ما الورق بيدخل الكنترول بيتصنف تاني الف لوحده، باء لوحده، جيم لوحده، دال لوحده. حطوا كل النماذج مع بعض. ايوه. والف يبقى حجره لوحده. يعني المدرس، انا مدرس اهو، وبصحح العشر اسئله الاولين في النموذج ال، افضل طول الامتحان طول التصحيح مسؤوليتي العشر اسئله في كل في النموذج الف طول المد، عشان تبقى مسطره واحده. كويس. واخد بال حضرتك؟ كويس. دي بس انا مطمن الناس فيها. وبقول ان الاجابه القصيره هتضمن دقه التصحيح. وانا بقول لهوت وبكره نتقابل ان التظلمات هتقل هذا العام. الحاجة الأهم بقى إن الامتحان فيه الأسئلة أقل من المتوسط والمتوسط وفوق المتوسط. يعني ليه بقى؟ السنة اللي فاتت كان أربع أسئلة في كل مادة. سؤال الطالب معرفوش. إيه اللي حصل؟ وقع. لا هنا بقى 45 سؤال في مادة بس زي الكيمياء بس، و18 في الرياضيات، واخد بال حضرتك؟ فأصبح بقى عندي أنا نفسي كوضع امتحان أعرف أجيب للطالب ده أسئلة ولده أسئلة ولده أسئلة. ده مهم قوي. دي الحقيقه جزئيه في فنيه بقى صياغه. تعمدنا نقول واكد ده، الله يخليكم ما تلعبوش في اللغه بتاعت السؤال. يعني المطلوب من السؤال يبقى واضح، يعني ما يبقاش صعوبه السؤال. اطمن الطلبه قبل ما نطلع فاصل اخير انه ما فيش حاجه من خارج المناهج. بص حضرتك. ايوه. عشان برضو ده سؤال مهم. الراجل عشان اللجنه اللي هتفضل الامتحان اخذت كتاب الكتاب بتاع المدرسه. كتاب المدرسه، توزيع المنهج، واستلموه عشان يضعوا الامتحان. كل المواد من كتاب المدرسه. انا بسال حضرتك. انا بقول لحضرتك ايه؟ كل لجنه اخذت كتاب المدرسه بتاع العام ده وتوزيعة المنهج ومواصفه الامتحان، وعلى بركه الله روح حطوا الامتحان. فصل اخير.